اهلا بحضراتكم معانا. دي وقفتنا المعتاده في بلاط صاحبه الجلاله، قراءه تحليليه لاهم اخبار الصحف المصريه الصادره صباح اليوم الاحد، وهيصحبنا بالقراءه التحليليه استاذنا الكبير رفعت فياض مدير تحرير جريده اخبار اليوم. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا استاذ، اهلا بيك استاذ رفعت. اسمح لي نبدا من جريده الاخبار من الصفحه الاولى، وطبعا الخبر المحزن اللي يعني صحينا عليه كلنا كمصريين. نعم. استشهاد قائد الفرقه التاسع مدرعات وسائقه امام منزله بالعبور، ثلاث ارهابيين اطلقوا عليه الرصاص، ووزير الداخليه يقود فريقا لضبط الجناه زوجة العميد عادل رجائي، والله ما هيعرفوا يكسرونا. طبعا في البدايه احنا كنا بدانا البرنامج بعزاء قناة النيل الأخبار لزوجة هذا الشهيد، وطبعا لقواتنا المسلحة ولأهلينا في كل حتة، وأيضا الرائد محمد الحسيني من الشرطة اللي تصدى لهروب يعني المساجين في سجن إسماعيلية، تصدى ليهم بنفسه وتوفي، وهو من عندي أنا من بورسعيد وأنا فخور بيه يعني. فلو احنا اتكلمنا على يد الإرهاب بدأت تختال داخل المنازل، داخل البيوت، أمام البيوت، كيف ترى ذلك؟ شوف حضرتك، أنا برضو بتقدم بخالص العزاء لزميلتي في مجال الصحافة الأستاذة سامية زين العابدين. نعم. زوجة العميد المرحوم عادل رجائي، وزي ما حضرتك أشرت أن الجريمة التي ارتكبت صباح أمس السبت من قبل مجموعة إرهابية ليغتالوا العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات بمنطقة دهشور، هو تطور نوعي بيبين أن هذه الجماعات بدأت تفكر في الانتقال من المواجهة في مناطق زي سيناء وخلافه إلى استهداف الشخصيات العسكرية أو الشرطية أمام منازلهم، وده بيبين حجم الضغط اللي موجود عليهم أصلا في هذه المناطق، فبيحاولوا يفكوا الحصار عليهم أو يفكوا أو يزيدوا يلفتوا الانتباه إلى أماكن أخرى يضربوا فيها. بالإضافة إلى نتوجه أيضا أن هذه الجماعة الإرهابية بدأت تكون مجموعات إرهابية صغيرة منفصلة، تقوم كل مجموعة بعملية معينة العنقودي. بالإضافة إلى بس دي مختلفة عن موضوع سجن المستقبل بالإسماعيلية، لأن ده خيانة من داخل السجن. أحد المخبرين عندما يتقاضى 100,000 جنيه عشان يدخل 3 أسلحة رشاشة لمجموعة المساجين عشان يهربوا، هنا مش هقول إنها عملية إرهابية، عملية خيانة محضة من داخل أفراد السجن نفسهم. صحيح. وده اللي أدى إلى هروب 6 مساجين، وتم القبض على أحدهم، إنما إن شاء الله يتم القبض على بقية المجموعة الفارة أو الهاربة من السجن. نعود إلى الجزء بتاع الإرهاب. يمكن حضرتك البعض يقول ألا العملية طالت أو ليه أو إيه حجمون ده ضخم جدا. لا، هو مش ضخم، ولكن العدد محدود، لكن للأسف هم بيحاولوا ان هم يستخبوا او يختفوا وسط مجموعة البشر السكان العاديين ويهددوهم، وبالتالي عملية المواجهة مش مباشرة ما بين القوات المسلحة او قوات الشرطة وده بينهم. وده بيشوفوا في رفح وفي العريش بالضبط، بيطلعوا من وسط المساكن فهنا التعامل معه لابد ان يكون بحذر، والا يكون حجم الخسائر البشرية بالنسبة للناس البريئة كبير، وبالتالي لو حدث ده يبقى رد الفعل السلبي هيكون قدامك أكبر. فهي التعامل معها يعني عايزة نوع من التكتيك المدروس بشكل جيد، وده اللي بيتم حاليا دلوقتي، لكن الجزء الأكبر منهم تم تصفيته، إنما إن شاء الله على فترة قليلة قادمة مع الجهود اللي بتبذلها القوات المسلحة الآن بكثافة شديدة جدا، سواء في شمال شرق سيناء، لأن هي المنطقة الشمالية الشرقية. صحيح. من عند العريش لحد رفع الحتة دي. أو بعضهم حاولوا شيء برضو يلفتوا الانتباه إن هم يتجهوا إلى منطقة وسط سيناء اللي هي منطقة الإمداد للقوات المسلحة بالنسبة لشمال سيناء، إنما إن شاء الله في خلال يعني أسابيع قليلة قادمة أعتقد هيكون قضينا على أكثر من 95% من العناصر الإرهابية. البعض بيقول أو يسأل سؤال، هل ممكن نقضي على هذا الإرهاب تماما بنسبة 100%؟
هذا السؤال الإجابة عليه على مستوى العالم كله يستحيل. إنما حتى لو قضيت عليه على المجموعات اللي موجودة دلوقتي بنسبة 100%، بعد شهر شهرين هتتكون مجموعات صحيح. أخرى ولا حاجة تبدأ مستمرة معاك لأي سبب من الأسباب. إذن الإرهاب يعني هو فيه صعوبة في مواجهته، ولكن القضاء عليه قضاء كاملا مش موجود على مستوى العالم، إنما الاستمرار في مواجهته والقضاء على معظم عناصره هو ده المطلوب إن شاء الله. واليقظة في التعامل زي ما احنا شفنا امبارح في مطار في لندن تم إخلاؤه علشان بالضبط. يعني تخوف من وجود سلاح بيولوجي بالضبط. او كيميائي داخلي يعني موجود، ده نوع من الإرهاب صحيح. يعني قد يكون موجود او غير موجود او حد معاه قنبله في المترو. هي المهم بقى في اليقظة في التعامل المستمرة. نعم. انت شايف ان برضو المواطنين محتاجين يقظة في التعامل؟ لا، ده العنصر الاساسي ده حضرتك بقى يعني ايه، انا حضرتك انا موجود كقوات مسلحة في مكان معين او تجهيزات معينة، انما المواطن او شرطة المواطن بقى بعينه اذا وجد اي شيء غير طبيعي، شخص بيرتب لترتيبات غير طبيعية، مجموعة من البشر تواجدوا في مكان ما بشكل مفاجئ وتواجدوا بيجوا بالليل ويختفوا، يبلغ. اذا هناك نوع من الشبهة بلغ، والاجهزة المختصة هي اللي هتبدأ تراقب هذا المكان وتفصل ما اذا كانت هذه المجموعة لا ما شوفوا الخوف على حياتي لا يساوي واحد على ألف من حجم الخوف الذي يجب أن يكون على الوطن. لأن صحيح. الوطن أنا هنا خوفي ده هيزول مع استقرار الوطن، خوفي ده هيستمر وقد يهدد حياتي إذا تراجعت ولم أساند في عملية الإبلاغ على أي عناصر الإرهابية تضر بالوطن، لأن الضرر هيكون واقع على الجميع. صحيح. على ذلك. طيب اسمح لنا أن الجمهورية من الصفحة الأولى، السيسي دماء الشهداء لن تذهب هباء، أقصى تأمين للمنشآت الحيوية للحفاظ على سلامة المواطنين. الرئيس خلال اجتماعه بإسماعيل وعامر وخمس وزراء ورئيسي المخابرات والرقابة الإدارية استهداف البؤر الإجرامية للقضاء عليها دفاعا عن مصر وأمنها. طبعا ده تزامن طبعا مع حدث زي كده. يعني شايف برضو في ناس بتقول إن جهود الدولة ما زالت مقصرة. لا شوف حضرتك، يعني إذا كان جهود الدولة حتى الآن يعني كافية بنسبة كبيرة جدا، لكن انت قدامك عنصر عمال عايز يشغلك طول السنة تمام. في ان هو يستنفرك وان هو يخوفك بصفة مستمرة، فمثلا يبدأ يستغل المناسبات حتى القومية اللي انت بتحتفي بيها لانها مناسبات مبسوط فيها، عايز يخوفك منها سواء 30 يونيو 25 عيد تحرير سينا، اي مناسبة يقولك هيحصل فيها كذا، زي ما لقوش مناسبة راح مطلع لك 11-11. ولن يخرج اي مواطن عادي عاقل يوم 11-11 دي اللي يضر بأمن وطني على الإطلاق. طب سريعا أستاذ رفعت، بما أنك أنت حد من خبراء الإعلام، نعم، تعامل الإعلام الخاص مع 11-11 شايفه صحيح؟ بدأ في الفترة الأخيرة يفيق من غفوته السابقة وبدأ يتعامل مع الواقع بشكل جيد جدا، وده دور الإعلام الوطني. مش هقول الإعلام المجيش ولا الإعلام ده، إن أنا أنظر دائما إلى نصف الكوب المليان مش الفارغ، لأن أشوف حجم، وإن أنا ما أحشدش الناس أخوف الناس تحديات الوطن بتاعتي أواجهها وأشجع الناس لمواجهتها وفهم الناس حقيقة الواقع اللي موجود. فمثلا الاجتماع اللي حضرتك اشرت ليه بالنسبه للرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعه الوزراء المختصين سواء وزير الداخليه وخلافه ومجموعه الوزراء وزير الدفاع وخلافه، هنا لتناول اولا الاحداث الاخيره، وان ده تاكيد على ان ده هيزيد من اصرارنا على مواجهه الارهاب. نمره 2 التاكيد على ان لابد من توافر السلع الغذائيه في الاسواق ومحاربه التجار الجشعين حتى لا يستغل هؤلاء الاعداء للوطن ان هم يجيشوا نفوس الناس. الاسعار غاليه، ايوه احنا بنواجه مشكله اقتصاديه صحيح. انما زينا زي غيرنا كيف نواجهها بقى؟ بالترشيد والتعامل بشكل منطقي مع الطبيعه والثقافه. الجزء الاخر عمليه ان اليقظه الدائمه والاهتمام بحمايه المنشات القوميه الحيويه المهمه، هنا التاكيد على عشان ما يستغلوش اي نقطه ضعف او تهاون في منطقه من ويضرب فيها او يعمل مشكله فيها فيبدا يؤثر علينا بالسلب، وده كان الاهتمام بهذا الاجتماع. طيب اسمح لي اروح لجريده الاهرام الصفحه الثالثه، وزير الداخليه استقبل المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالامم المتحده. جراندي، مصر بذلت جهودا مضنيه لاستضافه الاف اللاجئين والاستقرار السياسي ساعد على ذلك. طبعا شهاده مهمه فكره ان احنا مستضيفين الاف اللاجئين بدايه من العراق،
مع بداية حرب العراق والسوريين وغيره وغيره وغيره، وما زال الأمن مستقر. دي رسالة مهمة للخارج. دي اللقاء الثاني بعد لقاء ممثل المفوضية السامية الأوروبية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللأمانة هم احنا مش مصر بتستضيف آلاف اللاجئين، احنا بنستضيف حضرتك حوالي 5 مليون لاجئ على المستوى القومي. صحيح. سواء من أواسط إفريقيا، من الصومال ومن جنوب السودان وغيره، أو من سوريا أو من العراق أو خلافه، لأن حتى مصر دولة معبر كمان لمحاولة الهجرة الغير الشرعية لأوروبا. لكن هنا الرسالة واضحة، سواء من الرئيس عبد الفتاح السيسي وضحها لهذا المفوض السامي وأيضا وزير الداخلية، احنا بنتعامل مع اللاجئين اللي موجودين على أرض الوطن كأنهم مصريين تماما، لهم كل الحقوق والواجبات. صحيح. سواء في التعليم أو الصحة أو الرعاية، وما عملناش مخيمات إيواء لاجئين زي بقية الدول الأخرى. وبالتالي اقتصاد المصري هو اللي بيصرف أو بينفق منه على هؤلاء، ولكن الجميع بيطلب، سواء الرئيس عبد الفتاح السيسي او وزير الداخليه او بقيه المصريين المسؤولين المصريين من المفوضيه التابعه للامم المتحده، انها نعمل دائما على حل المشكلات في الدول التي ترسل لنا هؤلاء. صحيح. اللاجئين. نتعاون مع مصر في مواجهه مشكله اللاجئين حتى من الناحيه الانسانيه، لانه نبين حجم ما نعاني منه ايضا، ولكن حل المشكلات في الدول التي يخرج منها اللاجئين على المستوى الدولي والتعاون الدولي مهم جدا، لانه كلما تم حل هذه المشكلات قل عدد اللاجئين سواء عندنا او عند غيرنا. شايف ان احنا يعني بما اننا مستضيفين لهؤلاء اللاجئين زي ما بتدي منح للمفوضيه بتدي منح للدول الثانيه، هل مصر من حقها ان هي تاخد منح؟ هي بتاخد حضرتك من خلال المفوضيه لهؤلاء اللاجئين، مش مصر اللي بتاخد اللاجئين دول، ولكن نسبه ما يتعاطونه قليل جدا بمقارنه بكم ما يحتاجونه من مصروفات في الدوله او انفاق او وسائل معيشه او تعليم او صدنا. بالضبط بالضبط. وبالتالي نحن نريد المساعده ايضا، ولكن الاهم هو حل المشكلات اللي موجوده في الدول التي يخرج منها هؤلاء اللاجئون حتى. صحيح. يقل الضغط علينا وعلى غيرنا ايضا. صحيح. طيب هنروح لجريده مصر اليوم الصفحه الثالثه، وموضوع ازمه السكر، المحتكرون يديرون ازمه السكر في المحافظات والامن واصل ملاحقتهم، ضبط 30 طن قبل توزيعها بالسوق السوداء، ومصانع الحلويات باكتوبر تخفض انتاجها الى النصف. طبعا احنا عارفين ان ازمه السكر ما زالت ازمه مصطنعه. مصطنعه بنسبه 100%. 100%. نعم. برضه التعامل معها شايفه ازاي؟ شوف حضرتك، انا شخصيا انا اريد تجديد العقوبات اكثر على تجار القوت الشعب بهذا الشكل، هم المحتكرين اللي بيستغلوا ده، بالعكس مش بيستغلوا ده، هم اللي بيصنعوا الازمات. وبالتالي انا ما اعرفش باي دين هنا يحض التاجر المستغل ان هو يكتنز السلعه عشان يبيعها بضعف سعرها، او يحرم السوق منها بحجة انه عايز يزود ارباحه بشكل حرام. لا، بعيدا عن الدين تماما. صحيح. والدولة ضخت كميات كبيرة من السكر، لكن طبيعة السكر ممكن يخزن زي الرز، ممكن يخزن، يعني السرعة مش هتبوظ بعد يوم او اتنين. فهنا بعض المواطنين البسطاء للأسف، فمن ادم هيحصل ازمة او في ازمة يبدأ يخزن عنده السكر، بيلعب على الثقافة بتاعت المصريين الناس البسطاء. ولكن ان التشديد على التاجر الجشع او الناس اللي بيعملوا هذه التشديد العقوبة، انا ارى انها يجب ان تغلص خلال هذه الفترة. احنا في حرب حضرتك، اصبحنا في حرب داخلية مع مثل هذه العناصر. ودي من اخطر انواع الحروب التي تواجهها الدول، خاصة اذا كان يمس اقتصادها بشكل اساسي. صحيح. طيب اروح لجريدة الوطن من الصفحة الاولى، حكم نهائي للنقد، مرسي راجع للسجن ب20 سنة، النقد ترفض طعن المعزول وست قيادات إخوانية في أحداث الاتحادية، وإلغاء مؤبد بديع والبلتاجي وعودة في الاستقامة. طبعا فوجئنا أمس بقرار نافذ وخلاص حكم بقى سابق، بقت نهاية محكمة النقد. صحيح. شايف ان ده نقلة نوعية في موضوع المحاكمات، وشايف ان ده مرتبط بشكل ما بحادثة اغتيال سيادة العميد الله يرحمه امس؟
قد يكون مرتبط بالحادثة، لكن لأن موعد المحكمة بعد الحادثة، بعد الحادثة، وبالتالي القضاء هو الذي حكم. حتى بالنسبة لبعض الأحكام لغى بعض إحكام الإعدام، وهم برضو من جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا رأي القضاء لا تعليق لنا عليه، لكن احنا بنحترم رأيه في النهاية وتقديرا لدوره. ودلوقتي أصبح محكمة النقد وهذا القضاء الذي لجأت إليه جماعة الإخوان ومنها محمد مرسي هو الذي كان يهاجم من الجماعة، وكان يهاجم وقت حكم مرسي، وكان يتهم بأنه مسيس من له حق أخذه، أو رأى القضاء أنه له حق فيه، أو أن العقوبة أكبر من الاتهام الموجه لي. هنا بدأت تخفف بعض الأحكام، ولكن الأحكام الأخرى الباتة زي بالنسبة لمحمد مرسي في أحداث الاتحادية ومسؤوليته كرئيس دولة والتوجه وإعطاء الأوامر لإطلاق الرصاص على المتظاهرين والميليشيات اللي جابوهم من المحافظات دي وخلافه، هنا وجدت المحكمة أن الأحكام السابقة صحيحة 100% ولا يجب أن تخفض ولا يعاد النظر فيها، وبالتالي صدقت على الأحكام السابقة وأصبح حكم نهائي. أستاذ رفعت، في ناس برضو يعني بتقول أن القضاء مازال بطيء، فكرة أن أنت تاخد حكم وبعدين تطعن عليه وتاخد حكم وتطعن عليه، وبعدين الناس تانية توجهت لقصة المحاكمات العسكرية ومطالبات للمحاكمات العسكرية، رأيك إيه؟ لا أستاذ حسام، أنا عايز بس أفرق ما بين بطء الإجراءات طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وليس هناك بطء بالنسبة للقضاء، لأن حضرتك لو مكان القاضي وهناك إجراءات جنائية طبقا للقانون وحق المتهم، بالضبط، وحق المتهم يجب أن يتبعه في مدة زمنية محددة بالقانون، خلاص القاضي هنا مش هيقدر يعمل أي حاجة، لأن القاضي عندما يأتي إليه الأوراق في النهاية يبدأ يحكم فيها. ولهذا إذا أردنا إنجازا يبقى لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية لكي يكون فيها مدة قصيرة وأسرع من ذلك، وبالتالي يلتزم بها القضاء. تمام. طيب في يعني قضية مشابهة، فكرة قضية حبارة، نعم، واحد معترف انه هو قام بعمل جرم كبير جدا، مجزرة، في ومع ذلك النقد، وبنرجع ننقد وبياخد اعدام ويرجع يتنقض، برضو الناس بتعلق على ده. ما هو برضو احنا امام احكام قضائية، فاذا قدم لمحكمة النقد مثلا على سبيل المتهم بياخد حقه لغاية النهاية، ما يشير الى ان نعم المتهم اعترف في البداية انه هو الذي قتل وهو كذا وكذا وكذا، لكن عندما يجي في موقف معين ويقول له والله ده تحت ضغط اجبرت على عملية الاعتراف، هنا لابد أن ينظر إلى اعتراف المتهم الثاني، وبالتالي لابد أن يأخذ حقه كاملا، لكن في النهاية الحكم للقانون والقضاء، والقضاء سيد موقف في هذا الاتجاه. تمام. جريدة الأخبار من الصفحة الثالثة، وفد من البنك الأوروبي يضم ممثلي 17 دولة في القاهرة غدا، مدير البنك استثمار ملياري يورو في 36 مشروع و500 مليون لدعم الطاقة المتجددة. طبعا مفاوضاتنا مع البنك الدولي وغيره، وفي مفاوضات جانبية بقى إذا كان مع البنك الأوروبي أو البنك الإفريقي لدعم بعض المشروعات الصغيرة وبعض المشروعات الطاقة وغيره، شايف أن برضو الدولة ماشية بسرعة في فكرة التنمية والإصلاح الاقتصادي؟ شوف حضرتك، لما يكون المؤسسات المالية الدولية بدءا من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي أو البنك الإفريقي، عمره ما هيقدم على إقراض دولة صحيح إذا وجد أن اقتصادها ليس واعدا أو عملية الإصلاح تسير بشكل صحيح. الاقتصاد هنا القروض بتعطى ليه؟ اقتصاد بيواجه مشكلة، إنما هل المشكلة دي ممكن علاجها والقائمين على الدولة مصرين على علاجها بشكل صحيح ولا لا؟ هنا أبدأ أسأل. هو في الآخر بنك بالضبط، يعني هيديك فلوس وياخد عليها فايدة، ضامن فلوسه ضامن فلوسه طبعا. فكل المؤشرات الدولية اللي أمام هذه المؤسسات الدولية أكدت أن الاقتصاد المصري نعم يواجه مشاكل ومشاكل كبيرة جدا، لكن القائمين على الدولة بدأوا علاجها بشكل صحيح. ومن هنا عندما تم مصارحة الشعب وستتخذ إجراءات اقتصادية صعبة خلال الأيام القادمة وروشتة علاج، نحن الذين قدمناها لصندوق النقد الدولي ولم تفرض علينا روشتة علاج معينة، هنبدأ نعدل في سعر الصرف، هنبدأ نعمل هناك ارتفاع في الأسعار، هناك تقليل في الإنفاق الحكومي، هناك
ترشيد في عملية التمثيل الدبلوماسي في يعني إذن بنعمل إجراءات إصلاحية موجودة على أرض الواقع تؤدي إلى عملية الإصلاح الاقتصادي. وهنا أصبح هناك إقبالا من المؤسسات الدولية المانحة للقروض أنها تساعد مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت فيه. تمام. هنروح لجريدة الجمهورية الصفحة الثالثة. مدبولي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة، مصر تعمل وآلاف الفرص العمل متوفرة، تقييم أعمال الشركات الحالية وصرف المستحقات المالية فورا، تسليم الحي السكن الأول أكتوبر 2017 ومد المرافق لأراضي المستثمرين. أستاذ حسام، اللي عايز يشوف حجم الإنجاز في المشروعات القومية الكبرى كنموذج جيد جدا هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تنشأ لها. وبعدين الصين نازلة بكل ثقلها أيضا لتنفق في هذا المكان ما يقرب من 21 مليار دولار. وبالتالي حجم العمالة اللي شغالة دلوقتي وحجم الإنشاءات اللي موجودة دلوقتي ضخم جدا. وعشان كده تصريح وزير الإسكان امبارح لما يقول هنشغل ملايين الأيدي العاملة المصرية في هذا المشروع بتاع مشروع العاصمة الإدارية هو صادق في ذلك. وليذهب من يتشكك، يذهب إلى أرض الواقع والعمل شغال، يشوف كم ما تم ما الطرق المتجهة أو الخارجة من هذا المكان، حجم الإنجاز بالنسبة للإنشاءات المدنية، محطة الكهرباء التي تنشأ لهذا، خط الخطوط المياه اللي بتعد عشان توصل لكل هذه المناطق، إنجاز ضخم جدا عشان تعمل ما يشبه عاصمة جديدة لدولة من البداية. أعتقد أستاذ رفعت، في ناس كثيرة بتشكك في موضوع العاصمة الإدارية الجديدة إن ده مش وقتها. شوف حضرتك، يعني مش وقتها ان انا اعمل طرق عشان ازود الاستثمار، مش وقتها ان انا اصلح، ما دي كلها مشروعات قوميه كبيره، ان انا اعمل محطات كهرباء قضت تماما على مشكلات الكهرباء، مش وقتها ان انا اصلح مليون ونص مليون فدان طرح منذ الاسبوع الماضي، النص مليون الفدان الاولى عشان لسه للشباب او للشركات. اما يكون العاصمه الاداريه الجديده تنشا، احنا تاخرنا كتير قوي في انشاء مثل هذه النماذج من الدول، يعني مدن ذكيه. هنشوفوا العقليه التي نفذت بها هذه المدينه وكيف ستدار بعد ذلك، وكيف يكون حجم الاستثمار فيها بشكل كبير جدا. تمام. وبالتالي من يشكك في ذلك يعني بيبص تحت رجليه، لان حل مشاكل مصر الاقتصاديه مش انا استدين عشان صحيح. اجيب اكل واشرب، انما مع بالضبط. يعني هنا اللي احنا بنعمله هيبدا استثمار، يجي يبدا زياده انتاج زراعي، اقلل حجم الاستيراد، اقلل من اعتمادي على العمله الاجنبيه، ازيد من حجم التصدير، بعد ذلك يكون عائد العمله الاجنبيه عندي كبير، تنخفض قيمه العمله الاجنبيه امام الجنيه المصري. بالضبط. طيب اخر خبر من جريدة المصري اليوم الصفحة التاسعة، الطاقة المتجددة 6 مليارات دولار للتغذية الكهربائية، عضو بالمجلس الرئاسي يطلب إصدار قانون شامل لإنتاج الكهرباء. طبعا احنا اتكلمنا كتير على الطاقة المتجددة وفي دعاوى لأن الناس تتحول إلى الطاقة المتجددة، مع أن برضو ما زال عندنا ارتفاع لأسعار هذه الأجهزة إذا كان طاقة شمسية أو طاقة رياح، ولكن برضو في ناس بتجيبها وفي ناس بتحاول أن هي تجدد. لا شوف حضرتك، حتى الآن أرخص أنواع إنتاج الكهرباء هي من المحطات المائية زي محطة السد العالي. تمام. وبعد كده تبدأ المحطات الحرارية، ثم المحطات النووية، على أساس يمكن المحطات النووية بصرف النظر عن تكلفتها العالية البعض بيرتبها الترتيب الثاني، ثم الثالث بعد كده المحطات الحرارية. الطاقة الشمسية وطاقة توليد الكهرباء من الرياح ما زالت تكلفتها عالية، لكن أنت بتبدأ فيها دلوقتي لأن مع استمرار تقدم التكنولوجيا تبدأ التكلفة تقل. صحيح. نمر الثلاثة بقى، انت حضرتك بتنوع مصادر انتاج الكهرباء، اقدر ما جالكش وقود مثلا للمحطات الحراريه، يبقى انت عندك محطات طاقه شمسيه ومحطات رياح ومحطات مائيه ومحطات نوويه. اقدر حضرتك مشروعك النووي يتاخر لاي سبب الاسباب او شيء عندك بدائل، فاذا لابد ان يكون هناك قانون شامل يوضح كيفيه انتاج الكهرباء ومن الذي يوزعها ومن الذي يحصل على العائد بتاعها، سواء حتى الكهرباء المولده من المنازل. لان ده اتجاه التوسع فيه زي ما بيقول عملتها، ان انا ممكن اعمل سخانات شمسيه واعمل مسطحات لتوليد الطاقه الشمسيه من فوق الاسطح، واللي فايض عندي يبدا يخش الشبكه الموحده ويقاس، وبحجم ما يدخل من الشبكه الموحده من عندي اخد العائد بتاعه، بس دي هتبقى تكلفتها عاليه، ممكن هي
هياخد التكلفة، لكن مع تقدم التكنولوجيا هتبدأ تنخفض قيمة المولد من الكهرباء، وبالتالي يزيد حجم إنتاج الكهرباء في مصر. أستاذ رفعت فياض، أنا بشكرك على القراءة التحليلية لصحافتنا اليوم وعلى وجودك معنا دايما. شكرا أستاذ.